ما فيش حد في مصر انفرج بتفاصيل محمد علي بن رمضان غيري. والزملكاويه الافاضل طلعوني مسرح وقعدوا يقولوا لك كاني وماني والحواديت والحكايات. يا سلام على حوارك يا ابراهيم يا فايق مع امير. يا سلام انا لو بعت لك اقول لك سيد عليك النبي اساله في الجزئيه دي والجزئيه دي ما كنتش عملت فيا الواجب ده. يعني انا بشكرك يا هيمه يا نجم الكون، يا هيمة يا بابا الشغلانة، يا هيمة يا حبيب قلبي بشكرك جدا بصراحة. أنا أنتوا عارفين إبراهيم ده أخويا الصغير ومن أكتر الناس فرحا لنجاحه وربنا يزيده. تعال بقى للتركية دي، أنا الوحيد في مصر اللي كنت شغال على محمد علي بن رمضان وطلعوني مسرح. طلعوا من جيبك، طلعوا من ودنك، طلعوا من اللي مش عارف مين، طلعوا مش عارف ايه، طلع مش عارف بن رمضان منين، هه هو هو هي هي السرينة ودمهم محروق. انا قلت ايه؟ انا كنت صاحب الانفراد الاول بفضل الله، وكان معايا زمايلي اسلام فؤاد، وكان معايا محمود صبري زميلنا، وكان معانا رمضان حسن. فريق العمل كله اجتهد في موضوع محمد علي بن رمضان، وكنا اصحاب الانفراد الاول بالاضافه لناس تاني من تونس عشان ادي كل واحد حقه. حصل ايه بقى؟ قلنا زي ما انفردنا انه خلص، وبعد ما قلنا خلص طلع الاستاذ ابراهيم المنيسي ركب الموجه، وابو المعاطي زكي ركب الموجه، وقال لك ادخل برجلك اليمين رغم انه الشهر مش شهرك والودن مش ودنك والكلام اللي بالك منه ده. جيت برضه كنت صاحب اول انفراد انا، وللامانه امير توفيق اللي اداني الانفراد ده، ولا اول مره اقول ده. كلمته يا كابتن امير عشان ما اقعدش ازود في موضوع محمد علي بن رمضان وانا عامل فيه شغل كويس، الواد جاي ولا مش جاي؟ قال لي الواد مش جاي. قال لي مش جاي، واخد بال حضرتك؟ قال لي الواد مش جاي. ليه؟ قال لي مغلاة. قلت له طيب انا انفردت امبارح وقلت ان 3 مليون دولار هي التي منعت محمد علي بن رمضان انه يجي. قال لي ما رضيش يتكلم في فلوس. ورحت اعلنت وكنت صاحب الانفراد برضي فشل صفقة محمد علي بن رمضان بسبب 3 مليون دولار. طلع فلان وعلان ومدري كان وقال لك جاي وما حصلش. قلت يا جماعه طب انا راجل بتاع معلومات، انا اول واحد قلت انه جاي وانا اول واحد قلت انه فشل، لاني انا بتاع معلومات وانا هدخل في حرب. وقال لك واد مرقع رقيع ملوش اهل ولا ليه ناس مش عارف بيراهنك وبيقول لك مش عارف ايه، وعين حافي ملوش لازمه ايا كان. قلت لهم انا لا براهن حد، انا راجل بتاع معلومات، انا راهن ليه؟ كان عندي معلومة انه جاي بنسبة 1000000%، خلاص مش جاي بنسبة 1000000%. لكل وقت اذان، ودي مقتضيات احوال، وانا راجل اعلامي دارس بلاغة، وفي حاجة اسمها مقتضيات الاحوال. يعني النهاردة في خبر بكرة اتنفى، اجي انفي لك الخبر ولا اكده لك؟ انا مالي اصحابه نفوه، هو انا محمد علي بن رمضان ولا انا الاهلي ولا انا فرانك فروشي المجري ولا الكلام ده كله؟ فالمهم امير توفيق الله يبارك له، بص يا باشا اهو قال لك ايه، صفقه بن رمضان لم تتم في الاهلي بسبب المغالاه الماليه من الفريق المجري فرانك فروشي. والله العظيم دي عايزه بق شاي بس، اهو بق شاي. احنا في ايام غبره. والله العظيم عايز ابق شاي. بص قال لك ايه، المغالاه عشان لما اعلنت كده راحوا ايه قعدوا يضحكوا عليا، والزملكاويه طلعوني مسرح. يقول لك ايه عشان الموضوع كذبه من الاول. بص، النادي المجري طلب 3 مليون دولار كاش من اجل الموافقه على بيع محمد علي بن رمضان. طب بذمتكم ودينكم في حد قال المعلومه دي في مصر والوطن العربي غيري؟ انا وزمايلي اللي كانوا معايا بن رمضان ووكيله ضغط على النادي المجري من أجل الموافقة على رحيله للأهلي. عرض الأهلي الأخير لضم بن رمضان كان 1,800,000 دولار وبالتعصيق ورفض. 3 انفرادات قالهم عملتهم في طلعة واحدة أمير. أنا الوحيد اللي قلت 3 مليون دولار، وأنا الوحيد اللي قلت
اي افاق او كذاب قال ان الاهلي مستني موافقه محمد علي بالرمضان فاشل واعلامي ما يستاهلش غير ضرب الافا بالايد، مش عارف تتعامل ازاي، بس انت فسرها، لازم تضربه بقفاك على ايدك. ما عرفك ازاي، بس لازم تديله اتنين على قفاه، يعني يضربك بقفاه على ايدك. قال لك ايه، الاهلي منتظر محمد علي بن رمضان يديله ضوء اخضر. قلت انت لو محمد علي بن رمضان ده مارادونا طلع من القبر، لو تفتكروا الفيديو ده. قلت ايه؟ قلت مستحيل الاهلي يستنى موافقه لاعب. انا ما بقاش اعرف محمود الخطيب ولا اعرف الاهلي ولا مبادئ الاهلي اصلا. الاهلي يستنى لاعب؟ ليه؟ الدنيا بقت بتمشي لورا؟ عظيم الكره في مصر وافريقيا والوطن العربي يستنى محمد علي بن رمضان يقول له اجي العب عندك؟ والكل يسعى انه ينال الرضا ويدخل استاد التتش. قال لك كفاياك بقى. انا فاكر عمرو الدردير وقتها قال لك الاهلي ينتظر ود محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان شحولهم، محمد علي بن رمضان ذلهم. ومعتز الشامي يرد عليه من الامارات. معتز الشامي يرد عليه من الامارات يقول له، يقول لك محمد علي بن رمضان ركع الاهلي. حد كان قال لي الكلام ده، قلت مش هرد للاخ عمرو الدردير ومعتز الشامي كل الاحترام. الحوار ده يا جماعه فرحني فرح. بص قال لك ايه، شوف والله العظيم ما حد قالها في مصر غيري، والله واحنا رايحين على الفجر، ان محمد علي بن رمضان ساب من مستحقاته هو ووكيله ضغط على فرانك فروشي وكان يتمنى يلعب في النادي الاهلي. بص انا مدون كل حاجه اللي هي اللي تهمني من الحوار امير. بص بالرمضان ووكيله مارس كل الضغوط على النادي المجري اللي هو فرانك فروشي من أجل الموافقة على رحيله للأهلي، ولكن مغالاة النادي هي السبب. ما كانش محمد علي بالرمضان، ولا كان تهديده أن بيت أبوه يتحرق، ولا كان خايف من التوانسة، ولا خايف من بتوع الترجي، ولا خايف من بتوع مش عارف إيه. أهو عندما ينصرك الله راهن على الوقت. الاهلي طبعا وقف عند رقم، بيني ما بينك ما تزعلش مني يا امير، رقم سخيف. يعني الناس طالبه 3 خش في 2.5، لكن مش تقول لي 1,800,000. ايه يعني ال 700,000 دولار كانوا هيعملوا ايه؟ كانوا هيعملوا ايه يا كابتن محمود؟ يعني ايه يعني 700,000 دولار يعني؟ يعني الثلاثه اتخلص ب 2.5، لكن ما تخلصش بالنص. المهم انا اللي يعنيني الانفراج بتاعي ان الاهلي لم ينتظر ابدا ولن ينتظر لاعب مهما كان، لان ده كان انفراج مهم جدا. بس واقسم بالله ما حد قاله غير في مصر، وما فيش محمد علي بن رمضان خالص، لان ما زال النادي ده بيغالي. وانا قلت لكم راجل رئيس النادي المجري ده راجل مغالي جدا في الفلوس وحدوته صعبه.